نعم لكم الكلمة الآن. في إطار الجهود التي يبذلها كافة المتدخلين نهوضا بالعمل التكافلي والتضامني والعمل الاجتماعي تحت قيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار الفلسفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تنص على الالتقائية ما بين مختلف المتدخلين حقل اجتماعي وحقل التنمية البشرية، وبدعوة من رئيس الجماعة الحضرية مكناس بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية مكناس. الاتفاقية الأولى هي اتفاقية شراكة إطار بين المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمكناس والجماعة الحضرية مكناس، ثم 5 اتفاقيات شراكة ثلاثية اللي كان فيها بالإضافة للمندوبية وجماعة مكناس رؤساء الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى تراب جماعة مكناس. إذن من طبيعة الحال أعتقد على أن قبل توقيع الاتفاقيات تكون هناك يعني بعض الخصوصيات بعض المتطلبات فيما يخص الملف الموضوع رهن إشارة التوقيع مع الجمعية. ما هي بعض الشروط الواجب توفرها في مجال توقيع الاتفاقيات خصوصا على أن الأطراف تكون يعني مؤسسات وكذلك بالنسبة للطرف الآخر تكون جمعية، هل هناك ضوابط لذلك؟ يعني قبل توقيع اتفاقية الشراكة يعني هذا الشيء مر بعدة مخاطر. كاين المسطرة الخاصة بالنسبة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، أولا عقدنا عدة جلسات عمل مع الأطر ديال الجماعة الحضرية مكناس ومع الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل وضع التصور ديال المشروع الأولي لاتفاقية الشراكة. من بعد هذه الاتفاقيات هذه المشاريع الاتفاقيات خداو يعني المسلك ديالهم عبر مسطرتين، المسطرة الأولى خاصة بالجامعة يعني دازت في الدورة يتم المصادقة عليها، ثم المسطرة الثانية خاصة بالتعاون الوطني يعني خصناها لمصلحة الشراكة على مستوى الإدارة المركزية للتعاون الوطني، حصلنا على الموافقة ديال السيد مدير التعاون الوطني تفويض التوقيع ديال هذه الاتفاقية الشراكة باسم السيد المدير، واليوم راه توج يعني هذا المجهود كامل بالتوقيع ديال الاتفاقيات مع السيد رئيس الجامعة. إذن هنيئا لكم بهذا الإشراف على هذا التوقيعات وكذلك حضوركم حضور متميز، ونتمنى التوفيق للجميع في أمان الله. شكرا لكم وشكرا لجميع المتدخلين في هذا المجال هذا ديال العمل الاجتماعي على مستوى مدينة مكناس. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن اليوم جماعة مكناس قام بتوقيع الشراكة، الاتفاقيات اللي كانت هذا اليوم هي متعلقة كاين اولا هي اطار مع المندوبيه التعاون الوطني، هذه المندوبيه اللي كتكون واحد المجهودات الجبارات في مجال الرعايه الاجتماعيه حنا كنقدروا مجهوداتها، وحنا اليوم كنقولوا لها كجماعه مكناس باش يعني بجانبكم غندعموكم ان شاء الله. اذا هي اتفاقيه اطار فيها مجموعه ديال الجوانب ديال التعاون. الشق الثاني هي الجمعيات اللي كتسير مراكز الرعايه الاجتماعيه، اذا في مكناس عندنا 5 ديال مراكز الرعايه الاجتماعيه اللي كتشتغل وفق القانون المنظم. فاليوم شفنا هاد الجمعيات قلنا كخطوة أولى نقدموا لها واحد الدعم من الناحية المادية هو رمز، لكن من الناحية المعنوية أيضا تقول لحنا أيضا حنا في جنبك كنقدروا المجهودات اللي كتقوم بها هاد المراكز، سواء اللي كتشتغل مع الفئات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين وكذلك الخيرات الإسلامية اللي تنقدروا عاليا المجهودات اللي كتبذلها في جانب الرعاية الاجتماعية. وحنا كنعرفوا أن الخيرات الإسلامية عندها فئات المسلمين، فئات ديال المرضى، فئات الأطفال في وضعيات صعبة أو متقدمة، لأن هذه المراكز كنقدروا مجهوداتها. فاليوم تنقول خطوة أولى كنعطيو إشارة إيجابية بأننا مستعدين نتعاون خصوصا في المجال الاجتماعي، لأن هذا فيه لا مزايدات لا حساب، فيه أولوية، وأعتقد أن جميع الساكنات مدينة مكناس يعني توليه الاهتمام والعناية. هذه خطوة أولى ومازال قدام إن شاء الله نتمنوا الخير وشكرا. إذن لا شك على أن الجماعة لها كذلك مستقبلا، وخصوصا في هذا غضون هذا الأسبوع اتفاقية شراكة مع جمعيات ربما أخرى للتوضيح ومزيد من التوضيح للمستمعين الكرام. نعم طبيعة الحال كما لا يخفى عليكم أنه في دورة فبراير قام المجلس بمصادرة على واحد العدد من اتفاقيات الشراكة المرتبطة بالجمعيات والأندية، كانت هي الاتفاقية اللي توقعت اليوم ديال مجال الرعاية الاجتماعية، وكاينة اللي غادي توقع يوم الخميس على 10 صباحا ان شاء الله في بلدية حمرية في القصر البلدي، هي
هي مع الأندية الرياضية، إذا كاين تسعود ديال الفروع ديال النادي الرياضي المتنافي اللي غادي توقع معها هاد الاتفاقيات يوم الخميس إن شاء الله. سنكون إن شاء الله في الموعد. إذن حول هذه الثقة التي وضعت فيكم الجماعة والمجتمع المدني، وقد وقعتم الآن اتفاقية مشتركة ما بينكم وبين المجلس البلدي حول الموضوع، حول الاتفاقية وحول الآفاق المستقبلية للجمعية. هذه بادرة طيبة تقوم بها المجلس البلدي بتوقيع الشراكة مع المجلس البلدي، وهذه شحنة لنا تعطينا قوة للمضي الأمام في العمل الاجتماعي، وحتى عملنا على أحسن وجه. وأشكر السيد الرئيس ومكتب الإدارة مكتب محترم الوزارة الطيبة. شكرا لك، نتمناكم التوفيق. تأكيد بالقول هذا اللقاء أنه مقرر اتفاقيات، ولكن من الشك غير ما يكون هذا لك جماعة كما اتفاقيات، وسنسعى أن نكون حاضر إن شاء الله بوسائل ديال الجماعة من أجل الدعم ديال سواء سلسلة تامة التعاون الوطني أو مع الجمعيات مباشرة، ونتمنى إن شاء الله أن نجمع إلى 18 ديال هذه الاتفاقية ديال فئات وباقي فئات المجتمع المغربي. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم جزيل الشكر السيد رئيس الجامعة الحضرية للناس، أستاذ أعضاء المجلس، ثم الأطر ديال الجامعة، أولا على الدعوة ديال حتى الجمعية الشريفة اليوم بعد المناسبة هذه، مناسبة الجمعية المصرية والعالم للمرأة. ثانيا على الحرص ديالهم على دعم ديال الجهود في واحد المجال اللي هو صعب، مجال العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. المناسبة التي تجمعنا اليوم هي خير مثال اتفاقية بين مؤسسات الدولة وبين مؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، يعني تنفيذا للتوجيهات الملكيه الساميه التي تدعو الى تضافر الجهود للنهوض بالعمل الاجتماعي، وهي يعني تدخل في العمق ديال الاتفاقيه اللي جات في الفلسفه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هي ايضا فرصه كما قال السيد الرئيس الاعتراف بالجهود التي تبذلها الجمعيات المشرفه على المؤسسات الرعايه الاجتماعيه، يعني هو مجال صعب، مجال ماشي سهل، سواء المؤسسات التي تهتم بالاشخاص في وضعيه صعبه من فئات المسلمين او الاشخاص في وضعيه شارع، او المؤسسات التي تهتم بالاشخاص في وضعيه اعاقه. كما قال السيد الرئيس، يعني رغم كل الجهود فهو واحد المجال يحتاج الى تضافر جهود دعم ديال جميع المتدخلين. وكما قلت هي فرصه ايضا للاعتراف بمجموعه الجهودات الجباره التي تقدمها الجمعيات ديال المجتمع المدني، واللي في القانون 4.5 فهذه المؤسسات تسير من طرف الجمعيات، وهذا في حد ذاته يعني فيه واحد النوع من الفلسفه انه هذه المؤسسات وكيلت الجمعيات ديال المجتمع المدني، لانها تقوم مجموعه من الجهودات منها تهيئه الموارد لهذا المجال هذا. وحتى لا اطيل عليكم، اجدد الشكر للجمعيات الحاضره والسيد الرئيس والساده الاطر ديال الجماعه الحضريه. Thank you.
Thank you.
في الأخبار الصوم والبكم بين الناس والمية في التعامل مع الإنسان. يتفضل سيدنا عزيز الشريعة. الاتفاقية المالية والأخيرة هي مضمون اتفاقية شراكة بين جماعة الناس بشأن إتمام المواقف الاجتماعية التي تتمم بين الناس والمدونة في كلمة التعاون الوطني للناس والسيد رئيس الجمعية في